الملك أمر بفتح التحقيق في قضية يوسف. ماذا تقول يا عزيز مصر؟ قضية يوسف معي؟ هيا ابعثي رسولا إلى النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فإن الملك قد أرسل في طلبهن الآن. ماذا تقول أيها العزيز؟ من الذي نبش هذا السر؟ أنا لا أستطيع العيش حين أتذكر ما جرى. أنا لا أطيق أنفاسي ولا روحي. أنا بائسة، يائسة من حياتي، يائسة. هذا الشاب البريء سيخرج من السجن وسيدخلني أنا سجن العذاب، فأنا من ألقيته في السجن دون وجه حق. هذا هو العقاب يا زوجة العزيز، هذا هو ثمن العشق وثمن تلك المغامرة. ماذا تقول يا لخور؟ يوسف فتى العزيز الذي حبسه يشترط على الملك. نعم يا كبير الكهنة. وماذا فعل الملك؟ استجاب له وأمر بفتح التحقيق. ما هذا الذي تقول يا لخور؟ استجاب له وأمر بفتح التحقيق. ماذا حدث يا زوجة عزيز مصر؟ أخبريني ماذا حدث بكل صدق. هل راودك يوسف عن نفسك؟ لا، أنا راودته عن نفسي، ويوسف بريء يا ملك مصر. إذن لقد دخل السجن بفعلك أنت يا عزيز مصر، أليس كذلك؟ يوسف بريء يا مولاي، بريء من هذا الذنب، وقد ألقيته في السجن ظلما. نعم أنا من ظلم يوسف. ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم. علينا إذن أن نخرج يوسف من سجنه بعد أن ظهرت الحقيقة. قضي الأمر يا زليخة، قضي الأمر. من الذي فتح هذا الجرح الغائر مرة أخرى؟ هذا جزاؤك يا زليخة، أنت التي تدفعين ثمن اندفاعك وراء مشاعري. أنت. ماذا حدث هناك في قصر الملك يا مولاتي؟ حدث ما لم يخطر ببال أحد، لقد برأت يوسف من كل شيء. إذن فعليك أن تنسي كل ما حدث. أنسى ما حدث؟ إن ما حدث لا يريد أن ينساني، فكيف لي أن أنساه؟ هل أحضر لك الطعام يا مولاتي؟ لقد أكلت يا يشورة، لقد أكلت سنين عمري ولم يتبقى منها غير القليل البائس. بأي وجه ستواجه الرعية يا عزيز مصر؟ بأي وجه؟ وبأي شموخ ستقف على منصة الحكم لتأمر وتنهى؟ لقد انكسرت، أنت انكسرت أمام جنودك، أنت في حالة سقوط، حالة سقوط شديد في أعماق العار والخزي. انتهيت،
أنت انتهيت يا عزيز مصر، انتهيت. أهكذا؟ أهكذا يا عزيز مصر قضت عليك امرأة متهورة؟ لقد انتهيت، انتهيت يا عزيز مصر، انتهيت.